المرة دي جايب لك حاجة جديدة لك. أبوس إيدك يا خالو ارحمني بقى، أنا اتمرمطت بما فيه الكفاية. أنا جايب لك حاجة مختلفة، حاجة هتخلي كل الناس تشوف إمكانياتك. ماشي يا خالو. بقول لك إيه، المرة دي أنا مظبط كل حاجة مع الشيخ العبودي. أيوة الشغلانة دي بتاعتك، يعني بتاعتك. لا يا بنتي، الشيخ العبودي ده كان صاحبي من زمان، من يام الكلاس، من يام بابي ما كان بيشتغل في الخليج في البترول. بس انتي ادعي ربنا يستر. ربنا يستر ان شاء الله، هيسترها ويسهلها بإذن الله. انا هقوم اخش له دلوقتي، يلا مع السلامة بقى. شيخ العرب طويل العمر طال عمرك. عم عمران تأخرت كده ليه؟ يا صباح الخير، يا صباح الخير. الناس بتاع البترول اللي بيفهموا في الأصول. يا عم الله يكرمك. أيوة الغترة والجلبية والناس المية مية. الله سلامات، داخلين فرح النقط. البنات البنات، صور البنات، تصوير بعد بكرة. عناية، ده أنا عامل لك تشكيلة حسن شحاتة نفسه ما عرفش يعملها. أشوف. اتفضل. لا 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 لا، ما تنفع ما تنفع ابدا، ما تنفع غير بس غير. خلاص انا فهمت انت عايز ايه. ايه ايه رايك في دي؟ لا 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 يا عمي، يتشابوا اخواتها. لا لا لا، ما ينفع. ما تقول كده من الاول، انا فهمت مزاجك رايح فين. ايه غمض عينك. ايه ايه رايك في دي؟ ايوه هذه تمام. في صور ثاني عندك غير ما دول؟ هم دول دول يتشابهم اخواتهم؟ لا احلف لك انهم ما يعرفوش بعض. لا لا بس هذه مية مية يا عم. يا قليل الادب، ده انت مجرم. مرتضى مرتضى تعال تعال يا حبيبي والنبي، عايزاك تعال. عايزة ايه يا ماما؟ علمني علمني اعمل حظر ازاي. كلمي الجيش، ايه اللي تعملي حظر ازاي؟ جيش ايه يا واد؟ اعمل حظر على البتاع ده؟ في واحد قرفني عمال يعاكس فيا ويقول كلام وحش خالص على الفيسبوك ده. الواد حلو قال لي لو عملت له حظر مش هيعرف يكلمني تاني. يلا علمني اعمل ازاي. هو بيعاكسك على الفيسبوك؟ طب انا اقول لك، انت تنزلي صورك على الفيسبوك مش هيعاكس تاني خالص. قصدك ايه يا واد؟ قصدي هيعرف يعني ان انت ست محترمه وكده، مالكيش في الجو دوت، احترم نفسه. طب يلا علمني بقى. اعلمك ايه ماما؟ ماما انا مستعجل والله العظيم. مستعجل ورايح فين؟ رايح اقدم على شغل اللهفه. يو تاني لهفه تاني لهفه يا واد. قلت لك سيبها هي تعرف تصرف امورها. مش انا السبب في طردها؟ يبقى انا لازم اصلح غلطتي. هتفضل طول عمرك موكوس، طول ما انت ماشي وراها من مكان لمكان كده وناسي نفسك. عارف طول ما انت مدلوق عليها كده ادي دقني اهي لو عبرتك. شكر شكر يا امي على وقوفك جنبي دايما. شكرا على الاحباط. طب وريني بقى بلا فيسبوك بلا عرب بقى. اعمل له حظر ازاي؟ يخرب بيتك. طب اعمل لك حظر ازاي انا؟ يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، طويل العمر طال عمرك. عم عمرها لا تقلب راسي، التصوير بعد بكره. وين البنت؟ موجودين موجودين يا استاذ. بيتكلموا خليجي؟ كلهم بيتكلموا خليجيات، مولودات في الخليج. حبيب قلبي يلا بسرعه بسرعه. يلا يا بنات يلا. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا. تكلموا خليجي؟ طبعا طبعا. حلو. انتي تعرفي تقولي يودان داني اللي داني داني واويلو؟ يودان تاني اللي جاني جاني يا ويلو. جابني وهويته جابني وهويته. طيب تفضلي. شكرا شكرا. جاني يا عم عمران مع انها حفظها صم. الحمد لله توفقنا. تفضلي. يوداني داني اللي داني داني واويلو. ينفع اقول الاماكن بتاعت محمد قلبه اسهل؟ لا يا بنتي احنا في اكس فاكتور، احنا نبغى يوداني داني اللي داني داني واويلو. يلا يوداني داني اللي جاني جاني واويلو. جاني ايوه. طيب شكرا شكرا شكرين. تفضلي.
جاني يا عم عمران جاني. هذه مجايبك ها؟ لا اهي دي بقى هي اللي هتكسر الدنيا. يا عمي مش عايز واضح. انت بالذات برا لو سمحت. خلاص شكرا شكرا. لو مش عايزين مش عايزين فرصة. يلا طب هيك تديني فرصه يعني. يا عمي حتطلع زي اللي قال. تفضل يلا تفضل. لا يا اخي انا قلبي حاسني انت مجايبك واضح. هذول مولودين في الخليج. انا حافظه يعني انا حافظه الاغنيه. طيب يلا شوف يلا كمان مش يد يو داني داني اللي داني داني واويلو يا عم عمران فرق برا لو سمحت. تفضلي يا اختي تفضلي تفضلي تفضلي. شكرا. طب شكرا شكرا. طب هقول لجنابك حاجه. تفضل يا حبيبي. اديني فرصه قيمه ساعه. أيوة. هنزل جامعه الدول العربيه اجيب لك واحده بتتكلم خليجي. ايوه بان على حقيقتك يا عم عمران. هضر ما جايبك من هناك هتجيبها معاها شيشتها ولا بدون؟ لا شيشة تفاح. ايه رأيك؟ يا ربنا يوفقك يا حبيبي. تفضل تفضل لو سمحت. ماشي ماشي تفضل. بس خليك فاكرها. لا توفقنا. هفتكر ان شاء الله. هفتكر ان شاء الله. وبريك البنات دول مين اللي هيحاسب عليه؟ البريك يجيبه اللي جاني واللي جابني. ماشي فضل. ماشي ما اهي تفضل يا حبيبي. تفضل يا حبيبي. حاضر. اعمل ايه بس يا ربي في عز التكر ده. كان لازم يعني تجيب معايا بنات يا خلو. الراجل ما شافنيش خالص. كنت هتكلم خليجي كويس جدا. كنت هقول له ايش تبغى خليجي ده ولا مش خليجي. ايوه خليجي بس ما قلتلوش يا ريال. ايوه معلش معلش يا بنت معلش. انا اعرف منين ان هو هيختبرنا. انا قلت هيشوفك وبعدين بعد كده يفركها الحلال. اسكت اسكت يا عمر ما تتكلمش. انت كده ما يجيش من وراك حاجه عدل ابدا. انت بتقول لنا الكلام ده يا حلواني؟ اخص عليك اخص حاكم. انت زي القطط بتاكل وتنكر. انت ناسي ان انا اللي خليتك انت تتحول من كومبارس صامت لكومبارس متكلم في فيلم يا عنتر مع الاستاذ نيازي. فشر مش انت. انا اللي خدت السهم ورحت واقع ميت بقيت متكلم. بقول لك ايه يا خالو هو الدور بتاعي ده كان كبير قوي. من الجلده للجلده كمان يا معلش يا بنت معلش. ما تعمليش في نفسك كده. كل شيء نصيب. لهفه لهفه يا بنتي. لا تبكي يا حبيبه العمر. هتمثلي الدور ده يعني هتمثليه ازاي بس يا بابا؟ سيبيني اتصرف. الحلواني هيمخمخ. اتفضل يا باشا. اتفضل المكان متأمن وما تقلقش من أي حاجة. أنا جيت هنا وأمنت والدنيا. ما اتفضلي يا هانم. اتفضلي. إيه رأيك؟ يا الله المكان مرة زحمة. نبغى نجلس هنا. وين؟ خش جوه يا ابني. خش كده يا خش. اتفضل يا باشا. اتفضلي يا هانم. اتفضل يا باشا. اتفضل سموه. اتفضلي سموه. مكان أمان. ارجع ابني ورا يا ابني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. المكان زحمة مرة. ما لقينا مكان فاضي إلا هني. يا ليتني جبت الشنطة الـ LV بدل البربري. صارت قديمة شلتها مرة واحدة. يا ليت. كلمة يا ليت عمرها ما تعمر بيت. سموك مش محتاج أي حاجة. نجيب لك جواري نجيب لك مواشي. ما أبي. ما تبي؟ آه. تمام. سموك مش محتاجة. نجيب لك ذهب ياقوت سمك مشوي سمك مقلي. والله الحين ما أبغى شيء. نعم عايز حاجة. ما أبغى شيء. بابا يلا بقى نخش في الشغل. ألو السلام عليكم. إيش مسلسل بنتي جواهر؟ لا 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 يوبا ما أبغى مسلسلات. أنا أبغى سينما وأقل من توم كروز ما رح أقبل. بنتي ما بدها مسلسل. بنتي بدها فيلم تقوم ببطولته. تبغى تبغى مش بدها تبغى تبغى. شكرا عفوا. بنتي تبغى فيلم تقوم ببطولته ومعها ال شو اسمه؟ توم كروز. كروز توم كروم كروم. اسأل عليه معروف. شكرا مع السلامة. ايش هذا؟ ما في عصير ما في حاجة. يا ورع يا ورع يا ورع كرة ورع. أنا بعد إذنك ثانية واحدة يا برنس. أمرك يا فندم. إيش هذا؟ ما في عصير ما في لاتيه ما في كبشتينو؟ موجودة يا فندم أمري. أيوه عايز يا باشا. إيش تبي؟ باينابل ومشكل 15 من اللي قالته ده
وانا 12 والشاب هذا 6. بينابل ومشكل. ايوه مشكل، ها كباب، كفته، سلطات، كل حاجه. اوكي فندم. وكابوشتينو. ايوه سمعت. يلا اتفضل يا ابني بسرعه يا ابني، انا هروح اامن الباب بره يا باشا، وما تقلقش من اي حاجه. اتفضل يا باشا، خد يلا. امر يا فندم. اثبت يا انت سمعت قالوا لك ايه؟ ايوه يا فندم. ما اشوفكش تجيب حاجه من اللي اتقالت عليها، انسى كل الكلام ده، احنا اساسا ما معناش فلوس نروح، تمام؟ يلا يلا. حرموت. عفوا عفوا، انا اسف على التطفل، بس انا سمعتكم تتكلموا خليجي. طبعا ايش شلون. لا لا يا حبيبي، ما اتكلم عن كذا، اتكلم عن الافلام. سمعتكم تتكلموا عن السينما، افلام وكذا. بنتي جواهر نجمه كبيره. يا سلام يا رجل، انتوا طحتوا لي من السماء. انا عندي فيلم وابغى بنت تتكلم خليجي 100%. سبحان الله. شايف هذا؟ خذ يا حبيبي، انا عبود السلطان، منتج افلام سينما. يا اهلا وسهلا. يا هلا والله. يا اهلا وسهلا. يا رجل انا دخت على بنت تتكلم خليجي، بطوله مطلقه. بس انا بنتي ما تعمل ادوار، واحده فقيره، واحده لا، بنتي بنت عز. لا لا لا، العفو العفو، لا بالعكس، هذه بطوله مطلقه وبنت خليجيه ثريه ويعني كلاس زي هذا اول شرط. طبعاً. وتاني شرط، لو في دور مع أبوها أنا موجود يعني. لا بس ما يليق فيك يا أستاذ. يا عمي أنت يعني دور أكبر، هذا دور تافه بسيط صغير كذا، ما ينفع لك. ألعب أنا أي دور، أنا أوتوماتيك شغال كده وكده. طيب ألعب ألعبه. حاضرين حاضرين. أبوها أبوها ولا أبوها؟ خلاص خلاص أبوها.